ينضم الينا على الهواء محمد مخلوف الكاتب الصحفي بدار اخبار اليوم. اهلا بك استاذ محمد. يعني بدايه، كيف تقرا رساله هذه الزياره للسيد الرئيس الى مطروح واستقبال الرئيس من اهالي مطروح والسلوم وسيدي براني، كما تابعنا الان يعني على الهواء هذه الصور، هذا الاستقبال الشعبي من قبل اهلنا في مطروح؟ مساء الخير على حضرتك ومساء الخير على السادة المشاهدين، ويمكن عايز أقول لحضرتك مساء الخير والتنمية أيضا. يعني تمضي مصر في طريق الجمهورية الجديدة التي يشهدها الجميع دون أي تفرقة بين محافظة وأخرى، فنجد الرئيس السيسي يتابع عن قرب جميع الملفات وتواجد بين أهلنا المصريين في مختلف المحافظات، فنجده متواجد في كل شبر على أرض مصر، مرة في شرق القاهرة وأخرى في غربها وثالثة في شمال مصر بالإسكندرية ومدينة العالمين الجديدة، واليوم نجده في غرب مصر بين أهلنا وناسنا الطيبين الوطنيين من أبناء محافظة مطروح وتحديدا في مدينة السلوم. يعني لاحظت الرسالة الرئيسية والأساسية في المشهد الحافل للاستقبال الشعبي للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هو مدى الحب الكبير من أهلنا وناسنا وأخواتنا الوطنيين من أبناء محافظة مطروح للسيد الرئيس. طبعا هم يشعرون بالحجم التنمية والطفرة غير المسبوقة التي قامت بها دولة 30 يونيو والتي وضعت أبناء المحافظات الحدودية في قلبها وجعلت أبناء المحافظات الحدودية يودعون التهميش ويكونوا في قلب الدولة ورأس الدولة متمثلا في قيادتها السياسية المخلصة الوطنية. يعني عايز أقول لحضرتك الطفرة التنموية الكبيرة التي شهدتها محافظة مطروح والاهتمام الكبير بها من جانب الدولة بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية كانت هي المشهد الذي لاحظناه اليوم من الاستقبال الشعبي الحافل بالرئيس السيسي. تمام أستاذ محمد، يعني إذا تحدثنا عن العلاقة ما بين التنمية ودعم وتوفير الأمن بالمحافظات الحدودية، يعني المضي قدما في مسارات التنمية، إلى أي مدى ذلك بيوطن الأمن بقوة ويوفر الأمن خاصة في المحافظات الحدودية برأيك؟ سؤال حضرتك متميز جدا. يعني عايز أقول لحضرتك الأمن والتنمية يعني وجهان لعملة واحدة، يعني لا تنمية بلا أمن. صحيح. فالأمن دور أساسي وركيزة أساسية حتى تتحقق التنمية، فلا تنمية بلا أمن ولا أمن بلا تنمية. صحيح. طب. وهذا ما نجده اليوم من حالة الاستقرار الأمني، يعني لولا الاستقرار الأمني الموجود في ربوع مصر والمحافظات الحدودية بصفة عامة ما تحققت هذه التنمية التي نشهدها في مختلف القطاعات والإنجازات. ولعل يعني يمكن أبرز ثمار الاستقرار الأمني حالة جذب الاستثمار الأجنبي والاستثمار المباشر الكبير المتواجد. طبعا ده بيوفر العديد من فرص العمل ويقضي على البطالة ويوفر فرص عمل لأبنائنا في مختلف المحافظات، فبلا أمن لا توجد تنمية. طب هذه المنطقة، منطقة الساحل الشمالي الغربي، غنية بالعديد من الموارد بالمقومات الاقتصادية، سواء يعني نتحدث على قطاعات السياحة، الصناعة، التعدين، الزراعة، إلى أي مدى هذه المنطقة أو الخطة الاستثمارية الخاصة بالساحل الشمالي الغربي يمكن أن تكون قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري برأيك؟ عايز أقول لحضرتك هناك مخطط استراتيجي وتوسع هائل تقوم به الدولة في إطار تنفيذ خطة مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة. على رأس هذه الخطة الاهتمام بالمدن الجديدة والتوسع العمراني ومدن الجيل الرابع، ويمكن يعني هناك خطة قومية لإنشاء مدن جديدة تعد الحل الأنسب للتوسع العمراني وحل مشكلة الإسكان. وهنا تتبنى الدولة مخطط استراتيجي للتنمية العمرانية يستهدف زيادة المناطق المعمورة وإنشاء التجمعات العمرانية والمدن الحضرية الجديدة. طبعا تم الانتهاء من العديد من هذه المشروعات وشفنا يمكن الإقبال الهائل لمدينة العالمين الجديدة والمهرجانات المختلفة والمتنوعة التي جعلتها قبلة للسياح من مختلف أنحاء الدول العربية والأوروبية. تمام. الشباب يعني بيلقى يعني اهتمام خاص ورعاية خاصة من قبل الدولة
وهناك اهتمام بفئة الشباب وأيضا الشباب في المحافظات الحدودية، لأن هم سواعد التنمية وهم السواعد التي يعني تنبني عليها أو تساهم في بناء المشروعات التنموية. كيف تقيم ذلك وتوجه الدولة إلى ذلك؟ يمكن الخطط والاهتمام الغير مسبوق من الدولة بتمكين الشباب هو سر الفرحة الكبيرة والاهتمام غير المسبوق بالشباب. دولة 30 يونيو منحت الشباب فرصة ذهبية لتمكينهم، يعني القيادة السياسية أولت اهتمام كبير بالشباب وجعلتهم وقامت بتمكينهم في مختلف المجالات. عايز أقول لحضرتك لو اتكلمنا بخصوص أو ربطا بحدث اليوم، المحافظات الحدودية بتوجيه من القيادة السياسية تم عمل العديد من الندوات التثقيفية للشباب والعديد من الأحداث الرياضية من خلال وزارة الشباب والرياضة ودوري المحافظات الحدودية التي شاركت في مختلف المحافظات الحدودية وشبابها، وكان في إقبال كبير عليه. كل ده بيعكس ويؤكد مدى اهتمام الدولة بالشباب وتمكينهم. أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي محمد بخلوف بدار أخبار اليوم.